في مثل هذا اليوم من شهر رمضان سنة 67 للهجرة سجل ظهور الطاعون وانتشاره في الحجاز، وسمي الطاعون الجارف لأنه كان يجرف من يتعرض له ولا يهرب منه. وقد كان ذلك أيام حكم عبد الله بن الزبير للحجاز. كان إجمالي من مات بذلك الطاعون حوالي 200,000 شخص، منهم 80 ولدا للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. في اليوم 13 من شهر رمضان سنة 95 للهجرة توفي الحجاج الثقفي. هو الحجاج بن يوسف الثقفي والي الكوفة الواقعة في العراق أيام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. ساعد الحجاج الأمويين كثيرا في تثبيت أركان حكمهم، وعلى قدر شهرة الحجاج كانت شهرة من نسب إليه من مظالم، حتى عده كثير من المؤرخين صورة مجسمة للظلم ومثالا بالغا للطغيان، وأصبح ذكر اسمه يستدعي في الحال معاني الظلم والاستبداد. وضعت أعمال الحجاج الجليلة بين ركام الروايات التي تروي مفاسده وتعطشه للدماء وإسرافه في انتهاكها. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك لسنة 40 للهجرة رحل أبو لبابة وكان من الأنصار. كني بأبي لبابة لأن ابنته كانت تسمى لبابة. نشأ في المدينة المنورة وكانت قبيلته متحالفة مع اليهود. اتصل بدعاة الإسلام الذين بعثهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسلم على يديهم. شارك في عديد من غزوات المسلمين منها أحد وبدر، واستخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين. كان من رواة الحديث. توفي أبو لبابة في خلافة الإمام علي كرم الله وجهه ودفن بمدينة جابس في تونس. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك وكان يقابل اليوم 13 من شهر رمضان لسنة 791 للهجرة استشهد السلطان العثماني مراد الأول بعد أن فتح البوسنة والهرسك. أخذ ملك السرب لازار يستعد لمواجهة المسلمين، فألف جيشا من السرب والبوسنة والهرسك والأفلاق والبغدان، تعاهدوا جميعا على محاربة المسلمين والاستيلاء على الدولة العثمانية. بلغ الخبر مسامع السلطان مراد، فدقت طبول الحرب وسار الجيش الإسلامي إلى سوها أوسو. التحم الجيشان وانحاز سير ملك السرب إلى جانب المسلمين الذين انتصروا نصرا حاسما. بعد المعركة وأثناء تفقده للقتلى انقذ جندي سربي اسمه مليوك من بين الجثث وطعن السلطان مراد طعنة قاتلة، أسلم بعدها الروح. في مثل هذا اليوم 13 من شهر رمضان سنة 658 للهجرة انتصر المسلمون في معركة عين جالوت التي تعد من أهم المعارك الفاصلة في تاريخ العالم الإسلامي، وكان انتصار المسلمين فيها على المغول انتصارا ساحقا، وكانت هذه
هي المرة الأولى التي يهزم فيها المغول في معركة حاسمة منذ عهد جنكيز خان. أدت المعركة لانحسار نفوذ المغول في بلاد الشام وخروجهم منها نهائيا، وإيقاف المد المغولي المكتسح الذي أسقط الخلافة العباسية سنة 656 هجريا. كما أدت المعركة لتعزيز موقع دولة المماليك كأقوى دولة إسلامية في ذلك الوقت لمدة قرنين من الزمن، أي إلى أن قامت الدولة العثمانية.